يا شروق، تجيبي لي قرار اللي بيحصل. حضر يا بلادي. اعملي بيزغرط على الصبح كده. لسه بعت البيت شروق تعرفي. كويس انك صحيتي، كتفي بتوجعني يا بت. ادعكي هالي. خدي والنبي نقطي لي نقطتين من ابو فاس. ابو فاس ايه على الصبح بريحته ده؟ ما تريحينيش ابدا. والله المرتاح بيريح يا خالتي. انا بعرف منين طريق الراحه عشان اريح. عماله انت تحومي وتلفي وتدوري، بتحربي على الخراب. خراب ايه ده اللي بحوم حواليه؟ عيب يا غريب. هو انا لسه عارفاكي امبارح ولا ايه؟ انا حلمت حلم غريب قوي. غريب ولا وحش؟ لو وحش قوم يخش الحمام قوليه وتفي ورا كتفك الشمال، ولو غريب مش هيكون اقرب من اللي احنا فيه. انا حلمت ببودي شايل الواد محمود على كتفه وقال ايه، بيقولوا انه رجع. قبل كاسيا اصبري، اللي بتزغرت تحت الوليه من محمود ابنها رجع. ها؟ بركه يا جامع. طب يلا روحي لامك وقولي لها تبعت الايجار، بلاش استقبال الشهر دخل. ايه اللي في دماغك يا غريب؟ قصدك ايه؟ قصدي طالما عارفه ان الواد محمود رجع بتتلوعي ليه وتقولي لي حلم؟ هو انا عرفت منين؟ ما انا مرزيه زي زيك في الشقه، وبعدين الوليه لسه مزغرطه دلوقتي. يعني انت حلمتي ان الواد رجع فرجع؟ ما شاء الله، الحاره بقت كلها شيوخ. طب يا شيخه غريب كملي بقى الحلم، خلينا نتبارك. بس فحلمت ان في حد بيزغرط في الحلم، فقمت على حد بيزغرط في الحاره. بلاش لوع يا غريب، ده انا بحبك. ده انا ما بحبش غيرك اصلا، حتى نفسي عليا الحرام ما بحبها قد ما بحبك. فبلاش اللي بيحصل ده يخليكي تتلوعي عليا انا، وبلاش تسعي ورا الخراب. كفايه اللي احنا فيه. اللي انتوا فيه ده انتوا السبب فيه، واحنا ما خلفناكوش عشان تحاسبونا ولا خلفتونا عشان تقرفونا بماضي رمه. ومش عايزين تقولوا لنا هو كان ايه. لا، وبتقولوا ان احنا اللي بنسعى ورا الخراب. لا، الخراب ده عيشتكم، حاركتكم اللي احنا اترمينا فيها وحتى مش عارفين نطلع منها.